بالنسبة للتشكيلة الجزائرية، فوزي شوشي يلعب هذه المباراة الثالثة له مع المنتخب الجزائري طبعا اضطراريا لأنه قواوي عقب وتلقى بطاقة صفراء ثانية. على الجهة اليمنى مجيد بوقرة، الجهة اليسرى نادي بن الحاج، عنتر يحيى في وسط الدفاع، رفقة تحليش رفيق في وسطية الميدان، الرباعي المكون اليوم من زياني كريم، حسن يبدا، يزيد منصوري ومراد مجني في غياب طبعا لموشية المعاقب، رفيق صيفي في خط الهجوم، رفقة غزال ثنائي اليوم في خط الهجوم وليس لاعب واحد مثل ما حدث في المباراة الأخيرة. طبعا المنتخب الجزائري باللباس الأبيض والمنتخب المصري باللباس الأحمر والأسود، ماذا يمكن أن أقول؟ ماذا يمكن أن أقول وكل العقول وكل القلوب معلقة إلى مدينة أم درمان وهذه المباراة؟ هل أنصح فقط أصحاب القلوب الرهيفة أن يأخذوا بالهم جيدا ويأخذوا حذرهم، وفي نهاية المطاف ليست إلا كرة القدم. وانطلقت المباراة لصالح المنتخب الجزائري مع أول كرة من رفيق صيفي إلى وائل جمعة، والكرة في التغطية حليش جاتوزو الجزائر كما يلقب جاتوزو طبعا. أول كرة خطيرة لصالح المنتخب المصري، وكأن السيناريو يتكرر وفوز شوشي يلمس أول كرة، طبعا مهم جدا بالنسبة لحارس يلعب مباراة من هذا الحجم أنه يلمس كرة ولو سهلا نوعا ما، لمسها شوشي والتغطية من وائل جمعة هذا الذي كان غائبا في المباراة الأولى. متعب طبعا عماد متعب وسجل الهدف الثاني، وكذلك عمرو زكي هو ثنائي خط الهجوم في الجهة المقابلة، كذلك رفيق صيفي وعبد القادر غزال. من هناك على الجهة اليمنى بوقرة ما يتمكنش من هذه الكرة، تروح لمحمد أبو تريكة في الوسط لأحمد حسن، غير تماما على الجهة اليمنى ناحية رفيق وأحمد المحمدي، والتغطية من حسن يبدأ من بلحاج وفيه خطأ، يصفر حكم المباراة من نادير بلحاج على أحمد محمدي، وأول بطاقة صفراء. يا نادير يا بلحاج، يا نادير يا ابو الحاج، في الدقيقة الأولى تتحصل على بطاقة صفراء، ستلعب باقي المباراة وأنت يعني مكبل نوعا ما، لأنه لا يمكنك أن ترتكب خطأ ثانيا. والكرة للمخالفة لصالح المنتخب المصري، وعبد الظاهر السقا باللباس الأحمر المنتخب المصري مع ست لاعبين في الجهة المرفوعة، الكرة ممتازة، شوشي خرج هذه الكرة مباشرة ليزيد منصوري، والانطلاقة لصالح المنتخب الجزائري مع كريم زياني، والحكم يقول خطأ أو تماس لمن؟ هاي الإعادة، وأول ثاني خروج لفوزي شوشي، طبعا نعرف قامته الطويلة جدا وقدراته في الكرة العالية، يخرج هذه الكرة والحكم كان صفر له خطأ، الحكم ألان إيدي ماي سيشيني واحد من أبرز الحكام على الصعيد القاري. نادير بلحاج وأول بطاقة صفراء نالها مع انطلاقة هذه المباراة التي لا يمكن أن نجعل لها مقدمة، لأنه كل المقدمات قيلت. حسن يبدأ في وسط الميدان، ثاني مباراة له مع المنتخب الجزائري، يلعبها من راكع جال يمنى مع مراد مجني، مراد مجني في انتظار صعود بقرة ممتازة على جال يمنى لحسن يبدأ، ترجع للخلف ناحية كريم زياني، كريم زياني ممتازة مرفوع القائمة الثانية، هيدو والضربة الرأسية من غزال، الكرة سهلة بالنسبة لعصام الحضري المتألق في المباراة الأولى في القاهرة، والانطلاقة من هناك سهلة تروح مباشرة 5 أمتار و50 بعيدة تماما عن الحارس شوشي. هاي الكرة الضربة الرأسية من غزال الجزائر عبد القادر الذي يلعب في نادي سينا الإيطالي. طبعا كل شيء كما سبق وأن قلت، صعب أنك تتحدث عن الأجواء وعن ما قبل المباراة وما بعدها وأثناءها، المهم أننا سنحاول أن نعلق ونعيشكم هذه وتعيشوا معنا هذه المباراة بكل جوارحكم، ولو أن الأمر صعب جدا تقبله. كرة ممتازة في الوسط، هاي ممتازة، وفيه صفيرة من حكم المباراة، ماذا يقول؟ صفيرة من حكم المباراة يقول خطأ لصالح المنتخب الجزائري. شوفوا الوجوه انتهى اللاعبين، طبعا الخوف بادي على اللاعبين، كيف لا وهي المباراة الفاصلة المؤهلة إلى المونديال. كرة في الوسط لصالح المنتخب الجزائري ولصالح كريم زياني، الكرة المرفوعة الكرة الثابتة، المنتخب الجزائري أظهر وقدرات وإمكانيات كبيرة ممتازة، هاي للقائمة الثانية، والدفاع يتدخل يخرج هذه الكرة، أحمد حسن، تدخل من حسن من مجني مراد، هو أحمد حسن أنت القائد يجب أن تكون المثل طبعا. شوف 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 شوف، عندما القائد يتصرف هكذا البقية تتبعه طبعا، وهاو شوف المربزة هدو يخرجوا معه عندهم اللاعبين، شيء طبيعي لا نلومهم تماما. يا أحمد حسن الحكم صفر لك، لماذا هذه المزايدة؟ قلت بأنه الآن بدأت تخرج الأشياء وتخرج مباشرة مع انطلاقة هذه المباراة، الحكم يجب أن يكون صارم
منذ البداية. مدام انك صفرت يا سيدي الحكم ألان إيدي مايي لا داعي للأشياء الزايدة. طبعا هناك العودة الى الهدوء اللازم لانه يجب ان يكون قدوة ايضا للجماهير الغفيرة والكبيرة الموجودة في مدرجات هذه الامسية في هذا الملعب ملعب المريخ بام درمان، وهو الملعب الرئيسي للمنتخب السوداني ونادي المريخ السوداني. مدينة ام درمان اللي تقع على طول نهر النيل قبالة العاصمة السودانية الخرطوم، عدد سكانها يبلغ 6 ملايين نسمة. كرة طويلة من هناك على جهة اليسرى وتدخل مجيد بوقرة يخرج هذه الكرة من امام الثور عمر زكي المهاجم اليوم الذي يسكن ثنائية رفقة رفيق عماد متعب مسجل الهدف الثاني في الركنية لصالح محمد ابو تريكا. مرفوع الركنية صعبة، انت رائع انت رائع يا ايها الرائع. ممتاز شوشي خلاص دخل في المباراة دخل في المباراة. فوزي شوشي كنتم خائفون عليها، لا تخافوا حسين فوزي شوشي دخل بقوة والتقط اول كرة خطيرة رائع. حسن شحاتة مدرب المنتخب المصري ليس هناك خائف اكثر منه هو وسعدان، طبعا شيء طبيعي. كرة مرفوعة طويلة الامام ضغط عناصر المنتخب الجزائري على حامل الكرة في منطقة المصريين واضح من عبد الغادر الغزال من رفيق طيفي من كريم زياني من مراد مجني. طبعا المنتخب الجزائري اليوم ليس لديه شيء يدافع عنه، في القاهرة كان يدافع عن هدفين فارق هدفين، اليوم لا، يجب عليه اذا اراد التأهل ان يسجل ان يفوز. في الجهة المقابلة عناصر المنتخب المصري منتظر رد فعلهم البدني بالدرجة الاولى لانهم تعبوا كثير 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 في مباراة القاهرة. طبعا لياقتهم البدنية ستكون فاصلة اليوم اذا تمكنوا من استرجاع كامل امكانياتهم. والجمعة كرة ارضية محاولة اعتبار بها ضاعت الان السرعة مباشرة لغزال والكرة تمر للتماس لصالح احمد حسن القائد. طبعا الغيابات المسجلة اليوم في هذه المباراة كنا ذكرناها منذ حين مع محمد زيدان ومحمد حمص من جانب المنتخب المصري، وفي الجهة المقابلة طبعا غياب المشية وكذلك الحارس قواوي. كرة لأحمد حسن في تربيد هذه المخالفة ما تمرش، الدفاع يتدخل من هناك عمر زكي في خطأ. نعم سيدي الحكم نعم سيدي الحكم خطأ. تدخل الدفاع هنا ولصالح فوزي شوشي. والجمعة او هاني سعيد والتغذية من رفيق صيفي. الحكم يصفر خطأ ضد رفيق صيفي، طبعا واضح منذ البداية انه حكم المباراة يريد ان يتحكم في المباراة ويصفر كل الاخطاء بما في ذلك الاخطاء التي لا تبدو واضحة يصفرها حكم المباراة. عصام الحضري الطويلة جدا وفوزي شوشي يلحق على هذه الكرة بسهولة يلتقطها خلف المباراة بامتياز وكما ينبغي. فوزي شوشي حارس فريق وفاق الطيف الحارس السابق لجبيبة القبائل. بعاد شوية اللاعبين الجزائريين احمد حسن في الوسط حذاري يا بالحاج حذاري يا نادير بالحاج لانك تلقيت البطاقة الصفراء الاولى منذ الانطلاقة. بينما هذا يزيد منصوري من هناك على جهتي اليسرى الكرة لصالح سيد معوض. سيد معوض والتغطية من بوقرة يلعبها بامتياز مع مراد مجني غطي كرته كما ينبغي ويستفيد من خطأ. طبعا الفرق كبير جدا اليوم بين اليوم وبين السبت الماضي لأن الجزائر لعبت بمهاجم لا واحد مما سمح المجال لسيد معوض وأحمد المحمدي بالصعود كثيرا ومساعدة المهاجمين وتوزيع كرات كانت خطيرة. الأمر اليوم الأمر مختلف بأربعة أربعة اثنين صيفي ممتازة وصلها من هناك لغزال والتغطية عن طريق هاني سعيد يخرج هذه الكرة مرتبك جدا هاني سعيد لو تلعبون عليه في الوسط وكذلك على وائل جمعة. دفاع ثقيل جدا بالنسبة للمنتخب المصري اللي يلعب بثلاث مدافعين في وسط الدفاع. ممتازة الكرة من هناك على جهتي اليمنى تصل بالراس البحث عن غزال ترجع لنادير بالحاج نادير بالحاج نادير بالحاج لعبة ثنائية ممتازة ترجع له والتسديدة من نادير بالحاج. الكرة فوق المرمى ثنائية كانت ممتازة بين نادير بالحاج وكذلك عبد القادر غزال بأول كرة خطيرة. طبعا اللاعب الجزائري
محول مغيب نحو الجهه اليسرى مما يسمح لي بالحال بالصعود ومساعده رفقائه. عصام الحضري في اعاده الكره الى الرفقاء في الوسط. كره طويله مرور لحد الان 9 دقائق لعب مرت سريعه جدا. حذاري يا مجيد بوقره، حذاري يا بوقره. شوشي وصلها مباشرة لمجيد بوقرة من هناك على الجهة اليمنى المدافع غلاسكو رونجرز. زيد يا بوقرة يوصلها، لا ما توصلش لكريم زياني، ولا انطلقها مع طريق احمد حسن. محاولة المراوغة من هناك على الجهة اليمنى، فتو سيد معوض وخرجت مباشرة للدماس. مبادرة متبادلة، ليس هناك فريق يدافع وليس هناك فريق يهاجم. طبعا الربع ساعة الأول مهم جدا، بعدها سيدخل اللاعبون في المباراة تماما وينقص الخوف. ولا فرصة لحد الآن شاهدنا في وسط الميدان. كرة عند حسن يبدأ يبحث عن الكرة الطويلة مباشرة ناحية غزال وصيفي بعيدة. يا حسن يا يبدأ، ليس هكذا تؤكل الكتف، وليس هكذا نلعب الكرة الطويلة مع البداية. وين الجمعة في الوسط، شوف ضغط اللاعبين الجزائريين. حذاري من ممتازة من محمد أبو تريكا. أحمد حسن ضعت الكرة، طلع مباشرة في الوسط يا كريم، يلحق على هذه الكرة هائلة ممتازة لغزال، يلعبها في الغط مع حسن يبدأ. حسن يبدأ دائما عند الكرة، حسن يبدأ يطلبها غزال توصلوا أو كريم زياني أو ممتازة هائلة من مجني مراد، تبقى عند الكرة مجني يا سيدي الحكم. لا ممتازة من مجني بعد الكرة الأولى الخطيرة من محمد أبو تريكا. على الجهة اليسرى سيد معوض، كرة طويلة والتغطية جاتوزو الجزائر ينقذ الموقف. تلعب في الوسط ناحية غزال، جنبك حسن يبدأ، غزال دائما تبقى عند الكرة يلعبها. ضاعت من مراد مجني يا غزال، الكرة من مراد مجني ضاعت. هذه الكرة هاي المراوغة الأولى ثم الثانية، الاحتكاك الكبير ثم الثالثة من أمام زوج لاعبين والتدخل من دون خطأ، نعم من طرف المدافع عبد الظاهر السقا ينقذ الموقف. كرة على الجهة اليمنى ناحية وائل جمعة، وائل جمعة يلعبها في الوسط لمحمد أبو تريكا اللي يحمل اليوم رقم 5. محاولة الاحتفاظ بالكرة من جانب المصريين، في طبيعي طريقتهم معروفة هكذا، اللاعبين المصريين يريدون هذا الريتم. الجزائريون من دون نرفزة لازمكم رتم آخر. كرة على الجهة اليمنى مع أحمد المحمدي، يلعبها بالراس مباشرة ناحية اللاعب الوسط أحمد فتحي. خرجت نعم خرجت الكرة مباشرة للتماس وسط الميدان. احمد فتحي الارتكازي مع احمد حسن في هذه الكره بمساعده محمد ابو تريكا يلعب في وسطهما، وهذا هو رمح سعدان المدرب الوطني الجزائري. لا باس ان اذكركم بانه كان دائما في المناسبات السعيده للكره الجزائريه في دفع من الحكم من الخلف، حكم ما يقول ولا شيء. احمد حسن مع غزال ترجع مباشرة، صيفي ما شاهدناش كثيرا، ممتازة مع وائل جمعة، تسترجع من طرف منصور يزيد. منصوري هيلا لمراد مجني، لا ما كان ولا شيء، لا يا مراد. حذاري سيد معوض، ممتازة من هناك على الجهة اليمنى ناحية متعب. جاتوزو ينقذ الموقف، هايل يا حليش بامتياز يخرج هذه الكرة من أمام عماد متعب. صيفي ما يتفكر من هذه الكرة، أحمد حسن يرجع تماما للخلف مباشرة ناحية هاني سعيد في وسط الدفاع. احسن التحكم في الكره بجانب المصريين، ولكن في مباراه من هذا النوع الافضليه ليست في من يتحكم في الكره، الافضليه لمن يتمكن من استغلال اول كره وثاني كره وثالث كره. هكذا هي كره القدم، كره ترجع للخلف، اللاعبين الجزائريين في وضعيتهم التي خططوا لها هي هكذا. صيفي وغزال في متابعه الان وائل جمعه، كره في الوسط، تدخل ممتاز عن طريق مدير بالحاج حذاري لا مش بالحاج، اعتقد من عن طريق يحيى، يتدخل هنا من امام عمرو زكي الحكم، هذه المره ينذره شفويا، تدخل قوي جدا من عن طريق يحيى. طبعا الاراده، لا يمكن ان اتحدث عن اراده اللاعبين فوق ارضيه الميدان، ليس هناك من ليس له الاراده الكافيه، ليس هناك من لا يلعب ب 100% ان لم اقل ب 200% في هذه المباراه. وائل جمعه يلعبها على الجهه اليمنى مع محمد ابو تريكا مرفوعه لعماد متعب، سهله في الخلف تروح مباشره لفوز شوشي، يلعبها مع مجيد بوقرة. يجي حسن يبدا يلعبها له في الوسط، حسن يبدا لاعب نادي بورتموث الانجليزي، ثالث مباراه يلعبها. مراد مجني يطلبها، يبدا يفضل المحتفظ بالكره، هايل يا مراد، هايل يا مجني، يستفيد من خطا يصبر له حكم المباراه من هناك على الجهه اليمنى لصالح المدافع الفد مجيد بوقرة لاعب نادي غلاسكو رونجرز الاسكتلندي. طبعا عائد من اصابه هو وعن طريق يحيى وكذلك حليش، كلهم عادوا من اصابات الى بكل اراده وكل عزيمه وكل قوه للمشاركه رفقائهم في هذه المباراه وفي المباراه التي جرت السبت الماضي في القاهره. كم كانت صعبه تلك المباراه،
كم كانوا أبطالا هؤلاء اللاعبين، أبطالا أخلاقيا وأبطالا رياضيا وكرويا، كيف لا، وهو المنتخب الذي كان متأهلا إلى المونديال وتلقى هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ومع ذلك خرج.